هعمل لكم جزء تاني حقيقة، بس ده يرجع كمان مش لوحدي اكيد. طب الكواليس اللي ما تنساهاش، الكواليس اللي ما تنساهاش ولسه محفوره معاك لحد دلوقتي. انا مقطع ليه؟ انا افتكر حاجه بعينها بصراحه عشان عدى وقت طويل قوي، بس الموقف اللي كنت بحبها كان وقت التانجو مثلا، لما كنا نرقص تانجو انا وهاني وحازم. كان بيخبطني بيدوس على رجلي كتير عشان هو انا برقص وبتحرك، وهو يعني بالنسبه له لسه الرقص يعني فكره الحركه، فكنا كتير قوي يخبطني يدوس على رجلي. اتعلمتيه عشان الدور؟ انا بحب الرقص طول عمري، انا برقص يعني رقص من هواياتي اللي الناس كتير ما تعرفهاش، بس انا بحب الرقص. فالتانجو بالنسبه لي كان اسهل حاجه. نزل ايدك يا صاحبي، نزل ايدك يا صاحبي. افتكر اسمه مايكل، انا مش فاكره بقيت يعني باقي الاسم دلوقتي، بس كان من الناس الجميله اللي ساعدت ان المشاهد دي توصل باحلى صوره. انا عارفه ان انتوا كلكم مترقبين بس كنت اتفرجوا على الفيلم معايا، انا عايز اقول لكم ان انا اكيد جوه هاي الجديد. طيب نختم بالجديد. حاجه في رمضان الجديد لسه ما اعرفش، مفيش حاجه لسه في رمضان، اتمنى يبقى في حاجه. بس انا نفسي ما اعملش حاجه في رمضان تو بي اونست، عشان انا بحس رمضان شهر روحاني شويه مش بعرف اشتغل فيه. بس السينما، بس السينما طبعا نفسي اتمنى ان شاء الله. قولوا ان شاء الله معايا ان شاء الله.